وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، الرئيس السيسي أكد خلال كلمته في الجلسة الختامية لقمة العشرين، أكد على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية. برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في الواقع أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في الجلسة الختامية وضعت نقاط على الحروف المتعلقة بقضايا مهمة، وضعت خريطة طريق أمام تحديات عالمية مهمة المتعلقة بالطبع أولها بأزمة التمويل الدولية، وتحذير السيد الرئيس من أن عدم التحرك الجاد وعدم معالجة إشكالية الديون لدى الدول النامية سيحول أو سيمنع لن يمنع وقوع أزمات مالية جديدة، لأن هناك حاجة إلى إصلاح منظمات التمويل الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ولم تعد الآن يعني مواكبة مع التطورات في نظام الاقتصاد الدولي، مع التحديات المختلفة التي أفرزتها بالطبع الأزمات العالمية الأخيرة، أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تغيرات المناخ وتأثيرها على القضايا الاقتصادية العالمية وعلى الأمن الغذائي، وكل هذا يتطلب كما قال الرئيس السيسي في كلماته أيضا أمس منظورا شاملا في التعامل مع التحديات مع القضايا من خلال المعالجة والمقاربة الشاملة التي تقوم على ثلاثة عناصر ذكرها الرئيس السيسي اليوم في كلماته، وهي معالجة إشكالية الديون. الأمر الثاني هو تقليل الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية، لأن هذا بيكرس حالا من انعدام المساواة. ثم النقطة الثالثة أيضا في هذا الخريطة وهو أيضا معالجة قضية التمويل وآلية وسهولة الوصول إلى التمويل الدولي، خاصة يعني تنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها فيما يتعلق بتمويل التنمية المستدامة وأجندة المناخ. وفي هذا الإطار هنا يبرز أن الرؤية المصرية تقوم على فلسفة واضحة، وهي أن هناك تحديات عالمية، هناك أزمات من مصلحة الدول المختلفة خاصة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات عالمية في العالم وتضم أكثر من 85% من الاقتصاد العالمي، من مصلحة هذه الدول إعادة أو معالجة الشلل في النظام الاقتصادي الدولي في قضايا مؤسسات وآليات التمويل الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع ديون خاصة ديون العالم الدول النامية، فيما يتعلق أيضا بالمساعدة في توطين التكنولوجيا في الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة لتقليل الفجوات ما بين هذه الدول، لأن هذا سيصب في مصلحة الاقتصاد العالمي. دكتور أحمد، يعني مصر بقيادة الرئيس السيسي موجودة الآن في محافل دولية عديدة، اليوم في مجموعة العشرين وذلك بعد أيام من انضمامها لمجموعة البريكس. برأيي كيف يمكن الاستفادة من الوجود في هذه التكتلات الاقتصادية؟ يعني بالطبع أولا التواجد المصري يعني في مجموعة العشرين تضيف شرف رئيسي بعد أيام قليلة من إعلان انضمام مصر رسميا إلى تجمع البريكس، وأيضا مصر ترأس الليبات ومصر لها شراكات، هو بيعكس دلالة مهمة، أولها الثقة بالاقتصاد المصري كاقتصاد صاعد واعد يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لسعي العالم الآن للتعافي الاقتصادي. مصر رغم التحديات تحقق معدلات نمو اقتصادي عالية تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، وبالتالي هذا بيعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري والثقة السياسي. الأمر الثاني أيضا هو الربط ما بين السياسة الخارجية والتنمية، دبلوماسية التنمية، بمعنى هذا بيعكس تنويع مصر لشراكاتها الاقتصادية مع التجمعات الاقتصادية الكبرى، مع مجموعة البريكس، مع مجموعة العشرين، مع تجمعات اقتصادية أخرى، بإطار تعزيز التنمية في الداخل، في إطار جذب الاستثمارات الخارجية. ومجموعة العشرين تمثل أهمية كبيرة في هذا الاتجاه، فتح آفاق جديدة وأسواق جديد امام السلع والمنتجات المصريه، وبالتالي مشاركه مصر بتعكس استقرارها الاقتصادي من ناحيه، وتعكس ايضا العديد من الفوائد الاقتصاديه والسياسيه والاستراتيجيه لمصر. من الناحيه الاقتصاديه مصر الان لديها المشروعات القوميه العملاقه في محور التنميه، في العاصمه الاداريه، في غيرها من المشروعات المهمه التي تجذب وتمثل بيئه جاذبه لهذه الاستثمارات. وراينا اللقاءات الثنائيه مع الرئيس، مع الهامش القمه، مع رؤساء الدول الاخرى. الامر الثاني ايضا يمثل دور مصر فيما يتعلق بتعظيم او الدفاع عن القضايا الافريقيه، وكان مثال هذه السياسه وهذا التحركات المصريه هو ضم الاتحاد الافريقي بشكل رسمي الى مجموعه العشرين، وبالتالي مشاركه مهمه سيكون لها عوائد كثيره على المستوى الاقتصادي. هذا في نهايه المطاف سيعود بالنفع على المواطن المصري، لانه سيجذب الاستثمارات، سيفتح فرص عمل جديده،
كل هذا حقيقة سيؤدى توفير التكنولوجيا، بالتالي هنا التلاقي والتفاعل ما بين السياسة الخارجية الرشيدة وما بين تحقيق التنمية في الداخل لتعود بالنفع على المواطن. جزيل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الدولية.